اختصاصات بيداغوجية يتم تحيينها في قطاع التكوين المهني لتطوير شعبة الفندقة والسياحة، اختصاصات من شأنها توفير مناصب شغل والدفع المقاولتية في المجال السياحي. العمل على تحيين البرامج البيداغوجية للتخصصات المتوفرة على مستوى المؤسسات التكوينية والمتعلقة بمجالات الفندقة والسياحة. كما يعرض قطاع التكوين المهني في المدونة الوطنية للشعب المهنية 54 تخصص في مختلف المستويات موزعين بين مجالات الفندقة والسياحة والحرف التقليدية. وللترويج بما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية، تأتي الصناعة التقليدية والحرف كإحدى أهم الاختصاصات التي يركز عليها قطاع التكوين. الفنان التشكيلي يعني عنده قدرة كبيرة أنه يروج أولا قبل السياحة نقول التراث، باتريمون، التراث الجزائري اللي هو فيه زخم ثقافي كبير. يعني نقدروا يعني نكونوا كصورة للترويج للسياحة الجزائرية بأعمالنا الفنية، يعني سواء عن طريق العروض في مثلا في الفنادق او في قاعات العرض. الحاجه الاساسيه والحاجه اللي نحب نمدها للبلاد والدوله يعني اني نزيد نكون الشباب، والحرفه هذه يعني ما نخلوهاش تندثر، الموروث هذا والثروات هذه اللي تسخر بها الجزائر يعني راهي غنيه بالمادتين، سيرتو ماده المرجان والخنج، ان ما نخلوهاش تندثر وان نعلموا الشباب باش القطاع هذا يعني يتنمى. الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الركائز الأساسية لتنمية السياحة الجزائرية، غير أن ذلك يقتضي رسم خارطة تكوين تتماشى ومتطلبات سوق العمل الجديدة لا سيما في القطاع السياحي.